ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. برج القوس هنتكلم على توقعات شهر مايو لعام 2022. مبدئيا برج القوس احنا عندنا خلال الشهر ده في العديد من الافراح، خاصة ان احنا عندنا حدث مهم جدا جدا منتظرينه وبقالنا فترة كبيرة، وهو انتقال كوكب المشتري لبرج الحمل، وده بالنسبة لك المنزل الخامس، منزل الخاص بالمواليد والاولاد. بالنسبة لك على قد ما ده هيسبب لك سعادة كتير قوية او تأثيرات كوكب المشتري، يعني بيسبب لك كتير سعادة قوية في أمورك الحياتية وأمور أنت تتمناها جدا، لكن السعد الأكبر هو متعلق في الشأن الخاص بمواليد أو أولاد، يعني هيكون عندنا نسبة مواليد حلوة، عندنا في فرحة، في عندنا خبر سار يخص مواليد أو توطيد علاقات عاطفية، لكن كمان هيكون عندنا حاجة متعلقة بالأولاد، في تصالح مع الأولاد، في ود مع الأولاد، تقارب أكثر، في عندنا بعد خلافات بعد مشاكل بنقدر نحن نصلح الدنيا بشكل كتير اوضح. طيب بالنسبة لينا كمان الشمس موجودة ببرج الثور اول 20 يوم، بعد كده بينتقل لبرج الجوزاء، عطارد موجود ببرج الجوزاء بحركة امامية اول 10 ايام، بعد كده بيكون متراجع، تأثير المريخ موجود ببرج الحوت اول 24 يوم، بعد كده بيروح لبرج الحمل، اما تأثير كوكب الزهرة موجود ببرج الحمل، يعني بالنسبة لك حظ كتير وفير خلال هذا الشهر. لما نيجي نتكلم على الوضع المهني بالبداية، يعني نبدأ بالوضع المهني. الوضع المهني بالنسبة لأصحاب برج القوس احنا عندنا هيكون في تأثيرات مهمة جدا جدا متعلقة بان هيبقى في اجواء فيها زي امور مهنية كتيرة، فيها شراكة مهنية ودعم مهني بشكل كتير قوي، بمعنى يعني في شغل جديد، في عروض جديدة من احد الاشخاص او الاصدقاء، بالنسبة لك هيكون في شراكة مهنية، في اشخاص يشجعوك كتير على مشاريع، على اجراء مهني، على سعي مهني. كمان بالنسبة لك عندك حالة دعم بكافة الاشكال في الشأن المهني، خاصة لو عندك مشكلة في الامور المهنية هتكون قادر كتير على تصلحها، وقادر كتير على انك تقف على رجلك جدا، وقادر كتير على ان انت تبقى قريب من اشخاص يساعدوك بالفعل في اي مشكلة ممكن تتعرض ليها في النطاق المهني. برج القوس بالنسبة لك كمان في الأمور المهنية أنت عندك هيبقى في أشخاص بيعرضوا عليك عروض معينة، بيعرضوا عليك نجاحات، يمكن بالنسبة لك لو حاجة متعلقة بأمور تجارية هي اللي هيبقى فيها مش لطف، لكن لو حاجة ليها علاقة بمشروع وشراكة وعمل جماعي هي اللي هيبقى فيها لطف كتير وإيجابية أكثر، يعني هيبقى فيها نجاح بشكل كتير أقوى. طيب الوضع المهني كمان أنت قادر كتير على أنك تصلح أخطاء، وعلى أن أنت تصلح أوراق التزامات مهنية سهيت عنها، فأنت قادر كتير على أنك تصلح أمور مهنية. أما بالنسبة يا برج القوس للشأن المالي، الوضع المالي بالنسبة لك هو في بعض المشاكل شوية، أو كان في بعض المشاكل، إلا إن هيكون في تصليح بقى للمشاكل دي، بمعنى إن كان في حاجة ليها علاقة بنهب مال، يعني أنت في حد بينهب مالك، في حد إن هو عايز ياخد منك مش يديك، فأنت بالنسبة لك يا برج القوس هتبقى قادر كتير على إنك تستوقف الأشخاص دي، إن أنت قادر على استرجاع مالك، استرجاع حقوقك، بالنسبة لك هتبقى بتفهم اللعبة، بتفهم الدنيا أكتر، بتفهم إن في أشخاص عايزين ياخدوا منك مش يدوك، فبالتالي قادر على المحافظة على الشأن المالي بالنسبة لك، قادر كتير على نجاح مالي، يعني انك تنجح في امر مهني متعلق بعمل جماعي او مشاريع، قادر كتير على انك تحقق ارباح قوية. بالنسبة لك كمان يا برج القوس للاجواء المالية حاجة متعلقة بامور قانونية قضائية هيبقى فيها كتير برضو مكاسب ليكم. اما بالنسبة يا برج القوس للاجواء بقى العاطفية، الاجواء العاطفية تأثير كوكب الزهرة الموجود في برج الحمل ده حاجة تفرحنا جدا، لان عندك الحب والرومانسية والاجواء العاطفية بقدر كتير هايل، عندك مبدئيا بدايات هامة جدا. طيب خليني برضه اوضح لك حاجة كتير مهمة، البدايات تعني فرحة، تمام، تعزيز العلاقات ورجوع بالنسبة لك تعني فرحة، لكن في فرحة تانية وهي العلاقات المشؤومة او العلاقات السلبية او العلاقات اللي ليها علاقة بطمع او مبنية على طمع، مبنية على سخرية، هيبقى بالنسبة لك العلاقات دي بتنتهي، يمكن تسبب لك شوية بعض المواجع، ولكن هيبقى بالنسبة لك انك تسعى الى الاستقرار وتطيب خاطر ذاتك، فتبدأ بالفعل انك تخرج من الحالة دي من يوم 24، يعني في نهاية لعلاقات مأساوية او علاقات تسبب ازمة نفسية، بالفعل في نهاية ولكنها نهاية مفرحة، هتبدأ تحس بالنهاية المفرحة دي على اخر 10
لاخر اسبوع بمعنى اصح، لان بالنسبه لك المريخ الموجود ببرج لبرج الحوت ده بالنسبه لك بيخليك ان انت تسعى اكثر الى الاستقرار، الى الهدوء، الى التراضي مع الذات. طيب بالنسبه كمان يا برج القوس للوضع العاطفي للناس اللي مش مرتبطين، الناس اللي مش مرتبطين هيبقى في عندنا بدايات كتير قويه، في ارتباط، في مشاعر، في اعجاب بشكل كتير قوي، في كمان اتفاقات. اما بالنسبه للناس اللي هم مرتبطين هتبقى اقوى نسبه مواليد، يعني فتره فيها مواليد بصوره كتير قويه، فتره فيها اقدر اقول حاجه تخص اولادنا فتعزز علاقات، يعني خبر صار يخص اولادنا فمن هنا بيحصل فيه تعزيز علاقات. برج القوس كمان من ضمن الامور الخاصه بالناس المنفصلين في نسبه رجوع ولا لا، هيكون عندك نسبه رجوع قويه، بس نسبه الرجوع لو في اولاد، لو في حاجه ربطاكم ببعض فاذا هيبقى فيه نسبه رجوع. اكتر الابراج اللي هيكون معاهم نسبه رجوع الابراج الهوائيه يا برج القوس، فاذا ده اكتر نسبه رجوع وفي وقت للرجوع جدا، لان انتوا اصلا عندكم جاذبيه كتير قوية. طيب ولكن اكثر دافع يخلي فيه ان الرجوع يكون اقوى، تمام. طيب ده بالنسبة للوضع العاطفي بصورة كتير سريعة، لكن هنبقى نتكلم على الوضع العاطفي كل تفصيلة فيه وعلاقتك مع كل برج يبقى شكلها ايه شهر مايو. لكن خلينا دلوقتي ان احنا نتكلم على الوضع الدراسي، لان الوضع الدراسي مهم كتير، ولانها كمان فترة فيها امتحانات. الفترة دي بالنسبة لك هيبقى فيها كتير من المذاكرة الجماعية افضل، وتعرفوا ان الفترة دي هيكون في عدد من ابراج كتير المذاكرة الجماعية ليهم افضل، يعني نذاكر مع صحاب. المذاكرة الفردية لو هتذاكر بشكل فردي بس حاول على قد ما تقدر يبقى في جو المنافسة، يعني بتذاكر لوحدك يبقى عندي صديقة على التليفون او الصديقة بالنسبة لي، وابدأ اني انا نبقى في جو المنافسة، عملته ايه، طب عملته مش عارفة ايه، طب ايه وصلته لايه، طب ويبقى فيها جو المراجعة مع بعض او المنافسة. اذا كان في منافسة فده هيخلينا ان احنا يكون عندنا قدرة استيعابية اكتر. طيب برج القوس احنا عندنا نجاح، في نجاح بشكل كتير متميز، خاصة لو احنا عندنا نتائج هتظهر خلال الاسبوع الاخير من الشهر ده بالنسبة للوضع الدراسي. اما بالنسبة للامور العائلية، الوضع العائلي بالنسبة لاصحاب برج القوس هيبقى فيه كتير من تعزيز العلاقات، تصالحات، هيبقى فيه اجواء ليها علاقة برجوع، في ود، تقارب، في اتصالات وتواصلات وزيارات بشكل كتير متميز جدا جدا يا برج القوس. برج القوس احنا عندنا هيكون في تصالحات، في اجواء اقدر اقول ان فيها تقارب، فيها ان عندك عارف فكرة الاهل اللي هو ما كناش قريبين من بعض قوي فنبدأ ان احنا نكون قريبين، عندك ده جدا. بس في نقطة كتير مهمة برضو اوضحها لكم، ان هيبقى في اول 3 اسابيع محاولات لسعي التصالح، لأخذ فرصة من جديد، لان احنا نكون بنحاول نقف على الوتيرة الصحيحة، نقف على السلمة السليمة، فانتوا بتدوروا كتير على ده، يعني بتدوروا اول 3 اسابيع بندور كتير على ده. عندك بالفعل مشاكل مع اشخاص، عندك ضغوط نفسية مع اهل، مع احباب، مع اصدقاء، في مشاكل، في اختلافات، فانت هتحاول كتير انك تصلح الاختلافات دي، هتبقى بتسعى كتير الى تصليح العلاقات يا برج القوس، وبالفعل هيكون عندك تصليح علاقات بعد اكتشاف هام جدا، انك هتكتشف ان انت غلط، هيبقى عندك الاكتشاف ده جدا على فكرة. وعلى فكرة دي حاجة عادية جدا لما يبقى الانسان او الشخص يكتشف ان هو كان غلط في فكرة، في قرار، في تصرف، فلما تكتشف ان انت غلطان ده شيء مش سلبي، ده حاجة تعلي منك جدا على فكرة. انت بالفعل عندك اكتشاف ان انت غلطت في حاجة معينة، فيبدأ عندك ان انت تعتذر، هتبدأ ان انت تاخد قرارات فعلية مقابلة للاعتذار، لانك مش هتقدر تقول انا اسف ومش هتقدر تعترف بغلط، فانت بالنسبة لك هتتخذ افعال جيدة تؤدي الى تصالحات. اما بقى بالنسبه للامور الصحيه، الوضع الصحي هيبقى بالنسبه لك في فتره علاجيه، في فتره نقاء، في فتره احنا بنفوق فيها من ازمه صحيه، من ضغط صحي، ده خلال الشهر. فاذا خلال الشهر احنا عندنا فوقان من مشكلة صحية، يا اما في متابعة طبية، معالجة طبية، في ان احنا في حالة بداية استشفاء،
يعني في استشفاء هيبقى متواجد خلال فترة شهر مايو يا برج القوس. برج القوس خلينا احنا ننهي الفيديو لحد دلوقتي، ولكن احنا في التوقعات العاطفية بنتكلم بشكل تفصيلي، واستنوا فيديو النصايح. والتوقعات الاسبوعية بنتكلم اكيد عليها بالتفصيل الممل اكثر، لان بنتكلم كمان على طاقة الايام. عامة انا بشكركم كتير وبتمنى جدا ان اكون فدتكم. ما تنسوش ان انتم تشتركوا في صفحة الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.